فيرغسون يجتمع بمدربي مانشستر يونايتد. إصابة نيمار تستفز جماهير باريس. اجتماع بين والد ميسي ورئيس برشلونة. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. رغم ابتعاده عن الأمور الفنية وحياة التدريب، اجتمع أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون بمدرب الفريق إيريك تين هاغ في أحد مطاعم المدينة، والتقطت صور للثنائي وهما يتناولان العشاء ويتحدثان قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع نادي الإنجليزي بنادي برشلونة الإسباني، وأيضا قبل المواجهة الهامة للفريق ضد نيوكاسل في بطولة الدوري. أبدت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استياءها على السوشيال ميديا من إصابة نيمار المتكررة خلال هذا الوقت من الموسم، وأبدت الجماهير ردة فعل غاضبة على صفحات النادي عبر مواقع التواصل بعد الكشف عن حجم إصابة النجم البرازيلي الأخيرة، حيث أصبح غياب نيمار في هذه الفترة من الموسم مألوفا ومتزامنا أيضا مع خروج باريس من دور الأبطال في كل موسم. نبقى مع أخبار لاعبي سان جيرمان، حيث كشف راديو كاتالونيا عن اجتماع جمع خورخي ميسي والد ليو ورئيس نادي برشلونة جوان لابورتا قبل عدة ساعات. وبحسب التقارير الإسبانية فإن الاجتماع تناول إمكانية عودة ميسي بالإضافة إلى تصريحات شقيقه المثيرة للجدل. ويأتي هذا الاجتماع عقب الأنباء المتداولة عن عدم تجديد سان جيرمان لعقد ميسي الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي. في خبرنا الأخير، نيثان جونز كان قبل نحو أسبوعين فقط يجلس على دكة بدلاء فريق ساوثهامبتون ويدير المباريات في البريمير ليج، لكنه أقيل بسبب سوء النتائج. جونز لم يرد الابتعاد عن كرة القدم وعاد للعب مع فريق يشارك في دور الهواة. الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. جونز وبعد لعبه لعدة دقائق اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة.